القدس ما بتركع على الدبابة والمدفع، القدس ما بتركع على الدبابة والمدفع، شعب فلسطين ما بيركع على الدبابة والمدفع، شعب فلسطين ما بيركع على الدبابة والمدفع، شعب فلسطين ما بيركع على الدبابة والمدفع. نحن هنا في سخنين، سخنين الصمود، سخنين أرض الشهداء، في نهاية مسيرتنا اليوم، حيث كنا في عدد كبير جدا من قرانا ومدننا التي اعتلى فيها شهداء أثناء هبة القدس والأقصى عام 2000. إحياء هذه الذكرى هي السياج الواقي لهويتنا، وهي السياج الواقي لذاكرتنا الجماعية التي نبني عليها روايتنا التاريخية. بدون ذلك لا يمكن أن نبني مجتمع حديث وطني متماسك. نحن بحاجة لإحياء هذه الذاكرة، لأن أغلب الشباب وأغلب أبناء شعبنا غير مدركين إلى هذا التاريخ المهم. كان هذا حدث مفصلي في تاريخ خاصة الفلسطينيين في الداخل، وأثر بشكل كبير جدا على علاقتنا نحن الفلسطينيين في الداخل مع دولة إسرائيل. ما نعانيه اليوم من جريمة وإجرام منظم أتى نتيجة لسياسات الدولة بعد هذه الهبة، بعد وقوفنا مع أبناء شعبنا. قررت دولة إسرائيل أن تفكك مجتمعنا الفلسطيني في الداخل من خلال عصابات الإجرام، وهذا ما نراه الآن يجري يوميا في قرانا ومدننا. نحن نحافظ على هذه الذكرى، هذا واجبنا تجاه أبناء شعبنا في كل مكان واتجاه شهدائنا، أن نحافظ على ذكراهم، أن نروي هذه الرواية للأجيال القادمة، من أجل أن نبني مستقبل أفضل لنا ولأطفالنا في وطننا. طبعا بعد 23 سنة من هبة القدس والأقصى، يعني أكتوبر عام 2000، ارتقى 13 شهيدا من مجتمعنا من خيرة شبابنا. هاي ذكرى عطرة من أجل النضال من حماية مقدساتنا وأرضنا ووطننا، وإحنا شايفين ما أحوجنا نكون، وخاصة بهاي الفترة اللي فيها شبح العنف عمال بيكون مجتمعنا، إن نكون في وحدة صف ونكون موجودين في قالب واحد، في خندق واحد كمجتمع وكشعب. اليوم احنا بنحيي ذكرى الشهداء وذكرى هبة القدس والأقصى اللي استشهد فيها 13 شهيد، بضمنهم الشهيد رامز عباس مشناق اللي هو بيكون أخوي، اللي أنا كنت أحد المشاركين في هذه الهبة في أحداثها، وكنت شاهد على استشهاده وكيف تم قنصه من قبل قناص إسرائيلي في رصاصة في رأسه اللي أردته قتيلا، يعني ما بشكل متعمد وكأنه إعدام ميدان. طبعا رامز كأي شاب فلسطيني له شغله، له عمله، له طموحاته، له أحلامه. احنا دائما نقول الشهيد مش بس هو رقم، هو بني آدم له حياته، له كينونته، له إخوته، له إمامه، له خواله، له خواته، هو عالم بأكمله. فأتت هذه الرصاصة وقضت على كل هاي الأحلام، وقضت على كل هاي الكينونة في ثانية واحدة، ثانية عنصرية، ثانية عنف موجه من قبل سلطة إسرائيل ضد الجماهير العربية. مجرد لأنها طلعت تقول كلمتها، مجرد لأنها طلعت تتظاهر، طلعت تحكي عن قصتها، طلعت تتضامن مع قضيتها، مع مقدساتها، مع أرضها، مع قضاياها الحارقة، فقوبلت بأعنف وأشرس أذرع عسكرية موجودة بشتى المجالات. غير عن الشهداء كمان في جرحى، في معتقلين، في طبعا هاي الهجمة لم تتوقف في أيام أكتوبر فقط، ولكنها تستمر حتى يومنا هذا، بحيث أن هذه السلطة بدل من أن تعاقب القاتل قررت أن تعاقب الضحية بعقاب جماعي، غير العقاب الفردي طبعا والملاحقة السياسية لأفراد معينين، لسياسيين، لقسم من أهالي الشهداء اللي كانوا فعالين في هاي الأيامات، ولكنها قررت عقاب جماعي اللي إحنا بنشوف نتائجه اليوم في آفة العنف المستشري الذي يهتك بهذا المجتمع دون رحمة. طبعا دائما إحنا بنقول إنه وبنسمع تحليلات كثيرة إنه شو هذا العنف، وهذا إحنا سمعت إنه في قسم العنصريين بيقولوا إنه هذا في جيناتنا إحنا العرب، أو في جينات إحنا هذا موجود في تراثنا القتل والعنف، ولكن إحنا بنرد عليهم نقول إنه هذا العنف مش عنف كلاسيكي، ولا مش واحد وواحد قاتلوا على سينسلي أو على دولم أرض
هذا عنف إجرام منظم، منظمات إجرامية اللي مسؤوليته الواحدة والوحيدة هي دولة إسرائيل اللي غدرت تنظف المدن اليهودية وأولها نتانيا اللي ما كانش بالثمانينات أي شخص يقدر يفوتها من الخوف اللي كانت مليئة بالمنظمات الإجرامية وحولتها إلى المدن والقرى العربية بشكل ممنهج. وإنه أنا كيف شفت الإشي على زمان، يعني قبل كم سنة ما كانش زي كيف كان اليوم. زمان كان الكل كن موجود، خاصة إنه إحنا اليوم كيف أنا بشوف إنه الدولة هي هدفها يعني تخلي الإشي يتقلص، ما تضلش هاي الذكرى موجودة. فأنا بنصحه بشدة يعني بدعم إنه الكل يكون موجود بهيك ذكرى، لأنه هاي الذكرى هي ذكرى لشهدائنا اللي استشهدوا بهبة أكتوبر. تربيت على من وأنا من إحنا كلنا يعني وعينا على إنه هبة أكتوبر وعينا على يوم الأرض وعينا على هاي الأشياء كلها بإشي اللي هو يوم زي كأنه يوم مقدس بالنسبة إلنا. إحنا نكون موجودين بكل مسيرة بكل مظاهرة، غير إنه أنا ألقيت كثير قصائد عن الشهيد عمي رامز وعن كل حدث. كنت أحاول دايماً إنه إذا غيري ما كانش يعرف عن هذا اليوم أحاول أخليه يعرف عن هذا اليوم، إنه هذا اليوم مش بس هاليوم طبعاً، أي حدث صار هو مش حيالله إشي. إحنا لازم دايماً نخلد هاي الذكرى، لأنه كيف أنا شايفة الوضع عم بتقلص كثير. إحنا بطلنا نذكر هيك يوم، بطلنا نحاول، إحنا عم نحاول إنه نخلي الناس تذكر هيك يوم. فالإشي كثير يعني حزين بالنسبة إلي طبعاً، إنه غير إنه عمي، غير إنه أنت ربيت على هيك إشي من وأنا صغيرة، صح ما شفتش الإشي وما شفتش عمي، بس أنا عشت الأحداث وكأني كنت موجودة. من كيف كان يحكي لي عنه أبوي، يعني أبوي كان يضل يحكي لنا عن حياة عمي، كيف أخلاقه، كيف إنه كان يعني يصلي ملتزم، وحكى لنا يعني التفاصيل، حكى لنا قصة استشهاده تفاصيلها وكأني عشت فيها. فالله يرحمه ويرحم جميع شهدائنا. رسالتي للشباب كلهم يعني امشوا طريق الحق، امشوا طريق يعني الصح. يعني انا احمد بفتخر فيه وبعتز به انه استشهد، يعني راح شهيد، راح شهيد ابني. هم اليوم ابني يعني ما راح مشان مال ومشان سياره ومشان انه يروح يقتل حدا او انه يؤذي حدا، فابني راح هو يعني استشهاده كان له هدف، الهدف انه دفاع عن الاقصى، دفاع عن الوطن، دفاع عن الارض والعرض. طموحه بده يتعلم اداره اعمال، كان مسجل في الجامعه، شاب بمعنى الكلمة يعني خلوق وإنسان واعي وإنسان يعني برضو ديّن، وشاب يعني تتعب وانت تقوله هو شاب. يعني كان هو اليوم متعلم وعامل عيلة وعامل بيت، يعني كل آماله كان حققها. شاب يعني طموح جدا يعني بمعنى